وللحديث عن هجوم الأحواز وتداعياتها على الأمن الإيراني ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بشأن الأحوازي السيد حسن راضي. سيد حسن، مرحبا بكم. يعني 29 قتيلا وما يقارب من 60 مصابا بهجوم مسلح على عرض عسكري للجيش الإيراني في مدينة الأحواز، لكن بداية هل تتوفر لديكم معلومات أكثر عن هذا الهجوم سيد حسن؟ نعم، طبعا هناك تخبط كبير من قبل النظام الإيراني حول الجهة التي تقف وراء هذه العملية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الحرس الثوري الإيراني أنه المقاومة الأحوازية قامت بهذا العمل، ثم قال مسؤولين آخرين أنه جهات أجنبية والسعودية ودول خليجية، وتارة قالوا أنه داعش تقوم بهذا العمل، ولفقوا بعض الأخبار ونسقوا مع داعش حتى داعش تبنت هذه العملية، لكن هناك معلومات مغلوطة في بيان داعش جاءت لتبني هذا الأمر. أولا داعش قالت أنه استهدفت هذه العملية بسبب وجود حسن روحاني في العرض العسكري، لكن المعلومات تشير أنه حسن روحاني كان في طهران في العرض العسكري في طهران وليس في الأحواز، وهذا يدل على أنه داعش ليس لديها أي معلومات حتى من الهدف المستهدف ومن المتواجدين فيه، وهذا يدل يعني يثبت كذب داعش وأيضا علاقة إيران بمنظمات داعش، حتى تقوم إيران بتصفيات واسعة بحق الشباب الأحوازي، حيث قامت إيران الآن باعتقالات واسعة، اعتقالات عشوائية في عدة أحياء من مدينة الأحواز ومدن أحوازية أخرى. طيب سيد حسن، إذا كانت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز قد أعلنت مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لماذا تتهم إيران دول خليجية في تدبير هذا الهجوم؟ طبعا حركة النضال العربي لتحرير الأحواز لم تتبنى العملية، بل قالت أنه المقاومة الأحوازية تبنت هذا الأمر، أي أعلنت عن الجهة التي قامت بهذه العملية، والمقاومة الأحوازية هي تتكون من كتائب عسكرية في داخل الأحواز، كتائب عديدة هناك تعمل بشكل سري ولكن لها علاقة مع المنظمات السياسية الأحوازية، لذلك حركة النضال والعديد من المنظمات الأحوازية الأخرى قالت أنه المقاومة الأحوازية وراء هذا العمل، لكن النظام الإيراني يقوم باتهام دول الخليج وأمريكا وأيضا تبني داعش لهذه العملية، هذا كله يعني لتقوم إيران بعمليات يعني انتقامية من الشعب العربي الأحوازي أولا، واتهام حركته الوطنية المشروعة باتهامات واهية على أساس هي حركة يعني عميلة للغرب ومرتبطة بداعش وغير ذلك ومرتبطة بالدول الخليج وتنفذ أجندة خارجية، هذا ما تسعى إيران الوصول إليه، وأيضا هي تريد أن تقول أنها ضحية لمؤامرات أجنبية وخارجية وتحاول تبري نفسها يعني من كل ردود الفعل للشعب الأحوازي والشعوب الأخرى ردا على سياسات إيران القمعية التي حرمتهم من جميع حقوقهم المشروعة وعبر مطالبات سلمية. سيد حسن، إيران اتهمت دولتين خليجيتين بتدريب وتسليح منفذي الهجوم، ماذا نتوقع في المستقبل المنظور من النظام الإيراني من رد حاسم وسريع بحسب ما نقل موقع تويتر عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف؟ نعم صحيح، طبعا هذا أيضا يدل على أنه إيران تحاول أن تجمع مبررات واهية، مبررات أو أكاذيب حتى تبرر أعمالها المستقبلية يعني وخلق أزمات ويعني وربما حتى عمليات ضد بعض الدول الخليجية، وهذا يعني تريد تقول للعالم أنها ضحية لتلك الدول وهي ترد على تلك الأعمال. أنا أعتقد أنه يعني كل أزمات إيران الداخلية لها ليس لها أي علاقة بالخارج، أزمات إيران نتيجة فشل النظام الإيراني، نتيجة تعامل إيران بنظرة أمنية عسكرية قمعية مع الداخل، فشل إيران في القضايا الاقتصادية والسياسية وحرم الشعوب في داخل إيران من جميع حقوقها، ولا يريد أن يعترف بذلك ويريد أن يقول أنه نظاما يعني تعرض إلى المخططات وإلى المؤامرات الأجنبية وإحدى تلك الأطراف هي دول خليجية لتبرير يعني ما يقوم فيه إيران من تدخلات في تلك الدول ودعم الميليشيات والإرهاب في الدول الخليجية. سيد حسن، إيران يعني ربما هددت المصالح الأمريكية الموجودة في العراق في حال توجيه ضربة إليها، هل هجوم الأحواز يمكن اعتباره أنها ضربة استباقية تحذيرية من قبل الولايات المتحدة؟
أنا لا أست... أنا أنا أستبعد أنه الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهكذا عمل وأي جهة خارجية. وطبعا أنا أيضا أستطيع أن أجزم أنه إيران لا تقوم بأي عمل عسكري بشكل مباشر ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تعرف جيدا ما سيترتب من عواقب على النظام الإيراني إذا قامت إيران بهكذا يعني أخطاء جسيمة. لذلك أنا أعتقد هذا كله أن تريد تقول أن إيران تعلن عن مفهوميتها وعن تعرضها للمؤامرات وكل العالم يقف ضدها، ولكن هذا كله دعاية سياسية لأفعالها الشنيعة ولدعمها للإرهاب في المنطقة. ويعني ولذلك أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية إذا تضرب إيران تضربها يعني تضرب ضربة أكبر من هذا، وفي القلب وفي العمق الإيراني في طهران، ومن خلال أدوات عديدة لها مثلا صواريخ او اي شيء ثاني او طائرات. لكن النظام الايراني يتهم يعني منذ 40 عاما يتهم الولايات المتحده الامريكيه ويتهم دول اخرى يعني لخلق ازمات في الداخل، والتي هي نتيجه افعال ايران ويعني سياسات ايران الداخليه. سيد حسن، اخيرا بعد هذا الهجوم، هل تعتقد ان النظام الايراني سيقمع أي تظاهرات احتجاجية تخرج في أي مدينة إيرانية بحجة أن المتظاهرات ربما تخلخل من الوضع الأمني في إيران؟ صحيح، طبعا النظام الإيراني لا يعني ليس لا يبحث عن مبررات، لأنه ليل نهار هو يقمع المظاهرات السلمية والاحتجاجات السلمية والمطالب المشروعة يقمعها. ولكن الآن يريد يبرر أيضا يبرر اعتقالاته، يبرر القبضة الأمنية، يبرر أي أعمال يقوم فيها، وإلا النظام الإيراني لا يحتاج إلى مبررات، وهذه نتيجة طبيعية لكل أعماله. أنا أعتقد النظام الإيراني يحاول يخلق من المنطقة الأحوازية، هي تشكل موقع مهم وحساس لإيران وللعالم، يخلق من سكنة عسكرية وأمنية حتى يحاول وظنا منه يحافظ عليها في الأزمات المقبلة. المتخصص بشأن الأحوازية السيد حسن راضي، شكرا جزيلا لكم.